مشاهدينا الكرام، للمزيد حول هذا الخبر وغيره من أخبار الصحافة اليونانية ينضم إلينا الآن الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا. صباح الخير عليك عبد الستار وصباح جديد عليك. أهلا بك عبد الستار. صباح الخير شروق وصباح الخير ويوم جديد على كل المشاهدين. نعم، في البداية عبد الستار لو تطلعنا على تفاصيل هذا الخبر وما هو المنتظر من لقاء رئيس الوزراء اليوناني بوفد من المزارعين رغم استمرار الاحتجاجات. نعم شروق، الاحتجاجات بتاعت المزارعين بصراحة لها أكثر من أسبوعين تؤرق الحكومة اليونانية والشعب اليوناني في نفس الوقت. ففي الوقت اللي بتستمر فيه هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء اليونان، رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس سوف يلتقي فكرتي مع ممثلي المزارعين ظهر غدا الثلاثاء للرد على الطلبات التي قدموها للحكومة. ويعني المنتظر أنه يتم الاتفاق مع المزارعين يقود هذا الاتفاق إلى وقف الاحتجاجات والرجوع بقراراتهم الزراعية من الطرق العامة والمناطق الحيوية في البلاد، لأنهم حددوا أكثر من مرة أنهم سوف يصلوا بهذه القرارات إلى البرلمان اليوناني وسط أثينا. رئيس الوزراء ميتسوتاكيس قال أن حكومته كما ذكرت منفتحة على الحوار والتوصل لحل وسط، ولكن على أساس أن تكون الطرق مفتوحة وعدم ابتزاز الحكومة أو الدولة بمطالب غير قابلة للتنفيذ، موضحا أن حكومته اهتمت منذ بداية ولايتها بمشاكل المرحلة الأولى من الإنتاج ودعمت المزارعين مرارا وكانت ولا تزال على يعني منفتحة على الحوار معهم. إذن ميتسوتاكي أشار إلى أن اعتبارا من عام 2019 استجابت الحكومة لسياسات ملموسة وخفضت الضرائب وأعطت يعني إمكانية الإعفاء من دفع ضريبة الدخل وإعادة هيكلة الديون. نعم. إذن عبد الستار، إذا انتقلنا عن لتفاصيل المباحثات الدائرة بين اليونان وصربيا في بلغراد لدعم ضم الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم شروق، حاليا في هذه الأوقات يجري رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس زيارة رسمية إلى بلغراد لدعم العلاقات الثنائية وإظهار الدعم اليوناني لضم صربيا للاتحاد الأوروبي. إذن الزيارة هي كرسالة تعبر عن يعني الرغبة اليونانية في تعزيز وتعميق التعاون الثنائي خصوصا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. بالأمس شاهدنا ميتسوتاكيس يعني حضر منتدى الأعمال اليوناني الصربي والذي يعقد بمناسبة استضافة صربيا لمعرض فلوكسونيا التجاري عام 2027. اليوم ميتسوتاكيس يلتقي مع رئيس البلاد، بيرافق رئيس الوزراء اليوناني في الزيارة عدد من الوزراء اليونانيين ووفد من رجال الأعمال يضم 35 دولة. أشير إلى أن اليونان بتهتم بضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي. مفاوضات صربيا حاليا بشأن عضوية الاتحاد كانت تعطلت نتيجة عدة قضايا أبرزها فشل بلغراد في تطبيع العلاقات مع إقليمها السابق كوسوفو الذي أعلن الاستقلال يعني عام 2008، كما أنها الدولة الوحيدة في غرب البلقان التي لم تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مما أدى إلى إبطاء مسار عضويتها في الاتحاد. إذا تحدثنا عبد الستار عن الهجرة غير الشرعية، فتناولت الصحف اليونانية خبر تنفيذ السلطات اليونانية في جزيرة كريت 3 عمليات إنقاذ لقوارب هجرة غير شرعية، ماذا لديك من تفاصيل؟ معظم الصحف اليونانية الصادرة اليوم تحدثت عن الهجرة غير الشرعية وأنه ملف يؤرق اليونان منذ سنوات طويلة، على الأقل منذ الصراع، بداية الصراع والربيع العربي ربما إذا صح التعبير. السلطات اليونانية ذكرت أنها في جزيرة كريت قامت بثلاث عمليات إنقاذ لقوارب هجرة غير شرعية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. تم إنقاذ 60 و72 و43 شخص على التوالي من ثلاث حوادث تم انتشال هؤلاء الأشخاص، هم من مختلف الجنسيات بينهم العديد من القُصّر. السلطات اليونانية طبعا ذكرت أن هذه القوارب قادمة من طبرق في ليبيا، الثلاث قوارب نحكي عنها. يعني
في احدى الحوادث تم رصد سفينه بتنقل مجموعه من المهاجرين، كان حوالي 60 شخص، تم نقلهم بسفن تجاريه كانت موجوده بالقرب منهم الى ميناء كوكينوس في كريت، وتم تقديم الرعايه الصحيه لهم. طبعا الظروف السيئه وكانت هي السبب في تعطل هذه المراكب. الحادث الاخر شروق كان فيه تم انقاذ 72 شخص وتم نقلهم الى كاليس ليملي، 70 شخص تم نقلهم الى مبنى قديم للسلطات لتقديم الرعايه الصحيه، وتم نقل اثنين منهم بتهمه انهم المهربين وسوف يتم محاكمتهم. في الحادث الاخير او الثالث تم العثور على 43 شخص هم وصلوا الى الشاطئ، وكان القارب بدون قبطان، وفي الظروف الجويه السيئه قادت القارب الى مكان يعني على الشاطئ، وتم نقل هؤلاء المهاجرين الى مركز للرعايه الصحيه لتسجيل بياناتهم واخذ بصماتهم الى جانب التحقيقات الاوليه. على كل حال نتمنى للجميع ان يكون بخير وبسلام. وسأتحدث معك الآن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك، ما المنتظر من هذه الزيارة عبد الستار؟ نعم، المنتظر من هذه الزيارة هي يعني تقارب العلاقات أكثر وأكثر. نحن نتحدث عن علاقات استراتيجية بين اليونان والولايات المتحدة الأمريكية، اليونان حليف قوي للولايات المتحدة، وأيضا هم عضوان مشتركان في حلف شمال الأطلسي الناتو. اليوم وزير الخارجية جورجيوس جيرابتريتس يقوم بزيارة إلى نيويورك يعني اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بعد أن أنهى زيارته إلى واشنطن وحضور الحوار الاستراتيجي اليوناني الأمريكي يعني الدورة الخامسة منه. إذن اليوم جيرابتريتس سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وغدا الثلاثاء سيشارك في اجتماع رفع يعني رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تأثير تغير المناخ. أيضا هذه الزيارة شروق تشير إلى يعني ترشيح اليونان لعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة من 25 ل 26، ولذلك سيعقد وزير الخارجية اليوناني اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة هناك لدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، يعني الجماعة الكاريبية كما ذكرت وسائل الإعلام اليونانية، وسوف يقيم غداء عمل مع الممثلين الدائمين للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادي. عموما أولويات الترشيح اليونان لعضو غير دائم في مجلس الأمن هو ثلاثي الأبعاد: المناخ، الأمن، السلام. نعم. الزميل عبد الستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية في أثينا، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات.